نذهب لموسكو مع السيد أو دكتور صدقي. دكتور صدقي، ما هي الأجواء إذن حسب التقرير الذي يعني عرض منذ قليل؟ هذه ربما تعتبر أجواء مشحونة ببعض يمكن الاضطرابات، الهجمات السيبرانية، الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا أيضا، ويعني الأمر واضح أنه بيشوب الكثير من الأمور في اليوم الثالث لهذه الانتخابات. ما طبيعة هذه الانتخابات في رأيك؟ أول شيء مساء الخير لكم ولجميع الضيوف ولجميع المشاهدين. أكيد هلا إذا بنحكي على الانتخابات من الناحية السياسية، الانتخابات من الناحية السياسية لا أعتقد إنه هي مثل غيرها ممكن الانتخابات اللي ممكن إذا كنا واقعيين ممكن تحصل في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا الغربية التي يمكن أن ينجم عنها أي تغيرات جذرية. إذا حكينا عن الانتخابات من الناحية السياسية فجميع استطلاعات الرأي والتوقعات والقراءات وحتى الواقع بيفرض إنه الرئيس فلاديمير بوتين راح يستمر لولاية انتخابية أخرى. هذا الأمر لا أعتقد أنه هو تم حسمه حاليا أو هلأ. هذا الانتخابات هي العامل الحاسم. العامل الحاسم هو حصل تحديدا في بداية عام 2020. بداية عام 2020 الرئيس بوتين تحدث أنه ينوي تعديل الدستور، وتعديل الدستور هذا سيسمح له بالترشح لفترتين انتخابيتين. فترتين انتخابيتين عم تحدث لاستمرار بوتين في الحكم لحتى عام تقريبا 2036. سابقا قبل عام 2020 هذه التعديلات الدستورية كان ممكن يكون الأمر بعض الشيء ضبابي، حيث من السابق المرة السابقة كان في خلال فترتين الرئيس بوتين تخللها فترة للرئيس ميدفيديف حاليا اللي هو نائب رئيس مجلس الأمن القومي. الرئيس ميدفيديف وقتها غير بالسياسات الخارجية لروسيا. إذا متذكرت وقت تم توقيع 8 اتفاقيات أمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس ميدفيديف لم يصوت على حق الفيدو لما ضربت الناتو الدولة الليبية. الرئيس ميدفيديف كانت علاقاته الخارجية جيدة مع الغرب فينا نعتبرها مقارنة مع الرئيس بوتين. حاليا هذا الأمر محسوم. الرئيس بوتين على ما يبدو إذا لم يحصل أي طارئ صحي أو أي ظروف خارجة عن الطبيعة أو خارجة عن المعطيات الحالية أمامنا سيستمر تقريبا حسب جميع استطلاعات الرأي لعام 2036. فيما يتعلق بالاستفزازات الحالية الحاصلة على مدار اليومين السابقين، طبيعة الحال الانتخابات هي المرة الأولى تجري على مدار 3 أيام. هذه الطريقة تم اتباعها للمرة الأولى مع الاستفتاء اللي تحدثنا عنه عام 2020، يعني اليوم جمعة والسبت والأحد، بالإضافة لاستخدام المرة الأولى بالانتخابات الرئاسية تقنية التصويت الإلكتروني. هاي 3 أيام فرضت لشروط الكورونا أو الكوفيد وقتها، حاليا عم يتم الاستمرار بالعمل بها. فبالتالي آلية الاستفزازات هي شيء متوقع جدا، سواء من جهات داخلية معينة هي كانت تابعة للمعارضة الليبرالية اللي هي رافضة بشكل أو بآخر للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أو أتباع المعارض السياسي نافالني اللي توفي قبل فترة قصيرة عم تحاول تفرض رأيها من خلال هاي الانتخابات، سواء الاعتداء على صناديق الاقتراع، تدمير صناديق الاقتراع أو تدمير حتى الأوراق الانتخابية كنوع من الاستفزازات معينة، أنه لا يوجد أي مرشح حاليا في هذه الانتخابات من الليبراليين أو من المعارضين للعملية العسكرية. وأيضا الاستفزازات اللي نحن عم نشوفها من الجانب الأوكراني لتعطيل هاي العملية العسكرية. دكتور صدقي، هل هذه تعتبر استفزازات مؤثرة أو تحديدا الأمر المتعلق بهجمات سيبرانية؟ لأنه شاهدنا يمكن هذا في انتخابات أمريكية سابقة وكان وصل الموضوع لاتهامات بين دول كبرى. هل الأمر مؤثر لهذه الدرجة في الانتخابات الروسية؟ لا أعتقد أن الأمر مؤثر. سابقا الاتهامات اللي تم وضعها على الدولة الروسية على مدار عدة سنوات، وشاهدنا اتهامات هي فيما يتعلق أنه كان الدولة الروسية أو الهاكرز التابعين للدولة الروسية أو تحت جناح الدولة الروسية ساهموا بفوز وقتها دونالد ترامب عام 2016 على هيلاري كلينتون، وكأن الهاكرز الروسيين قادرين على تغيير مقاليب مجاير الأمور في الانتخابات الرئاسية، عم نحكي تحديدا عام 2016. ممكن ما بعرف بأي طريقة هن عندهم اتهامات معينة طالت وطالت الأمل فيها، لكن حتى هاي الهجمات السبرانية اللي عم تكون فيها جهات خارجية وبالتحديد ممكن نوجه اتهامات بشكل أو بآخر للدولة الأوكرانية، هي لن تؤثر على نتاج الانتخابات كما تم اتهام روسيا في العام 2016. يعني عام 2016 اتهموا انه روسيا كانه هي التي جلبت ترامب، لانه هذا الشخص هو تابع كانه تابع لروسيا او عميل للكي جي بي او عميل للفي اس بي. هذه بطبيعه الحال الهجمات السبرانيه هي امر مزعج، هي امر استفزازي، هي عمليات تخريبيه بشكل او باخر، لكن لا فينا نقول انه هذا ممكن مقارنته بما حصل عام 2016، لانه هون اعتقد انه لجميع الضيوف والمشاهدين انه نتيجه الانتخابات واضحه بشكل أو نعم بآخر. صحيح. ما يتعلق بالهجم. نعم. طيب اسمح